أول أسئلة هذه الحلقة فضيلة الشيخ من المستمع حمدان صديق من جمهورية مصر العربية قنا نجع حمادي، بعث عددا من الأسئلة. يقول في أولها: هل يصح لي التيمم للصلاة مع كون الماء موجودا على مسافة تقرب من كيلو متر واحد وذلك في أثناء العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب استعمال الماء الطهور في الوضوء والاغتسال من الحدثين الأكبر والأصغر من أجل الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأوجب الطهارة بالماء مع وجوده والقدرة على استعماله، ولا يجوز أن يتيمم الإنسان بالتراب وهو قادر على استعمال الماء والماء متيسر قريبا منه كما ذكر السائل. فإن فعل فإنه لا تصح صلاته، لأنه توضأ، لأنه تيمم بالتراب مع وجود الماء، والله جل وعلا اشترط في التيمم عدم الماء. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولو كان الإنسان في عمل فإن هذا لا يبرر له ترك الوضوء وترك الاغتسال وطلب الماء القريب منه. نعم.